طبعا الفيلم انت بتتكلم عن الغيب، وزي ما اتفقنا انت لو بتكلم ملحد مش هتقوله القرآن قال. والله احنا اتفقنا مش هتتكلم في الحتة، مش هتفيد تتكلم معاه في الحتة اللي انت مختلف معاه فيها، يقولك انا مش مصدق وخلاص، والحوار هيتقفل من قبل ما يبتدي. طيب الحل ايه مع الشخص اللي هو مش شايف، مش عايز يشوف غير اللي قدام عينيه؟ لازم تدور له على تجربة علشان يصدق. فتصوروا عملت ايه، كتبت ايه في جوجل؟ يا جماعة هو في حد مات وعاش بعد كده، رجع لنا تاني بعد ما مات؟ طبعا لما كتبت الكلام ده انا كنت بضحك على نفسي، الكلام ده مش منطقي خالص، انما انا عايزة اشوف تجربة. طبعا جالي رابش كتير، يعني ناس كتير بتألف حاجات ملهاش، انا مت ورجعت وكلام. لكن الحقيقة اللي استرعى انتباهي ظاهرة اسمها ظاهرة الاقتراب من الموت. ليه أخدتها سيريسلي؟ ليه أخدتها بمحمل جد؟ لأن الأطباء والعلماء اتكلموا عنها ونزلت فعلا في جرائد عالمية طبية، وانقسم الأطباء عليها. يعني هي الظاهرة بتقول إيه؟ بتقول مع بعض الناس اللي هم على وشك الموت، قربوا يموتوا خلاص، يا إما بقى خنق، يا إما غرق، يا إما قلبهم وقف في طاولة العمليات ولا أي حاجة، وبيرجعوا تاني. يعني في اللحظة دي بيشوفوا نفسهم انفصلوا عن الجسد، بيشوفوا الجسد بتاعهم يعني على الطاولة، هم بيبقوا سيبريتد وشايفين الدكاترة بيتكلموا، وشايفين بيشوفوا كمان نفق مظلم طويل وآخره ضوء، بيشوفوا لقطات من حياتهم، وبيشوفوا كمان ناس ماتت قبل كده، حبايبهم وقرايبهم اللي ماتوا قبل كده بيشوفوهم واقفين. والاطباء انقسموا في الموضوع ده، ان الاطباء قالوا ده الكلام ده هالوسينيشنز، دي مجرد هلوسه نتيجه ان الاكسجين بينقص في الدماغ. وناس تاني قالوا لا يا جماعه ده فعلا موضوع بيوند العلم، يعني العلم ما يقدرش يقول فيه كلمته، ده حاجه ابعد من العلم. انا كنت الحقيقه مع الناس، بما اني طبعا الباك جراوند بتاعي علمي، انا اصلا هندسه، وكنت مع الناس اللي بتقولوا ان هي هلوسه، لغايه لما شفت القنبله دي. طبعا زي ما احنا شايفين المكفوفين شافوا بظاهرة الاقتراب من الموت، ودي طبعا ده معناها ان ما شافوش بعينيهم ولا هلوسة ولا اي حاجة من الكلام ده. اتعلمت ايه؟ اتعلمت ان انت لازم تدي مجال لخيالك. انا لما كنتش كتبت في الجوجل هو في حد مات ورجع، ما كنتش هوصل للظاهرة دي. بس مش معنى كده ان انت تمشي ورا خرافات. انا لما جات لي في الاجابات خرافات ما مشيتش وراها، مشيت ورا العلم. لكن ابتدي بخيال، try to think out of the box، اطلع بره التقليد. كان اينشتاين بيقول اللوجيك المنطق هينقلك من نقطة ألف لنقطة ب، لكن الخيال هيوصلك لكل مكان. عشان كده أنا ضفت للوصفة بتاعتنا اترك لخيالك العنان، انطلق بخيالك هتوصل لحاجات أنت مش متخيل أنت ممكن توصل لها. كنت عايزة أقول حاجة على بيوند لايف حصلت لي بعد ما خلصت الإنتاج. كان المفروض انتوا طبعا شفتوا التريلر، التريلر كان فيه بعض الاجزاء دراما، انتوا شفتوا القطر وشفتوا الركاب وشفتوا في دراما اتصورت. فكان في المخرج اللي عمل الكلام ده انجليزي، وكان عمل الكلام ده بره في اوروبا، وجا الوقت انا كان المفروض اسافر كامبريدج علشان استلم منه الشغل واديله الفلوس. وصلت كامبريدج وكنت خايفه ان انا اخد الفلوس، كان كتير فخفت ان انا اخد الفلوس، فقلت اخد الاي تي ام كارد واخد الفلوس من على الماكينه يعني. وفعلا اخدت الكارت بتاعي هناك لما وصلت، وابتديت احط الكروت الكارت بتاعي في المكانات، لكن للاسف ما عرفتش اجيب الفلوس. الكارت مش شغال، حته مقلب وحته موقف. انا فكرت اكلم ابعت ايميل واقول له حصل كذا كذا، قعدت قدام الكمبيوتر مش عارفه اكتب له ايه. المهم ما كتبتش حاجه وقلت هروح اقولها له كده وخلاص، مش عارفه هو هيعمل معايا ايه. تفتكروا ايه رد فعله؟ طب نعم، فلوس كتير قوي، مش معقول يكون مش عايزها. لما تزل انا طبعا تخيلت زي ما بنتعامل مع بعض هنا في مصر، ها الراجل. انا تخيلت زي ما بنتعامل مع بعض في مصر الراجل هياكلني يعني.
او على الاقل على الاقل اذا ما كانش هيتزعق وهيبقى راجل جنتلمان على الاقل هيقول لي خلاص انا مش هسلمك الشغل ده اللي تخيلته لما تبقي تحولي لي الفلوس هبقى اسلمك الشغل ده فير قوي يعني لكن انا فوجئت برد فعل غريب حذروا فزروا ايه مش بس ان هو اداني الشغل قال لي ايه علاقه ان حصل لك باد لك ان انت الاي تي ام كارد بتاعك ما اشتغلش ان انا اديك الشغل او ما ادولكيش ما لازم هديهولك ده شغلك وبعدين بصيت لقيته راح مطلع المحفظه بتاعته طلع جنيهات استرليني كتير قوي يقول لي انت غريبه في البلد وقاعده والكارت بتاعك مش شغال خدي الفلوس اللي انت عايزاها عايزه كام عايزه كام طبعا كان لازم اساله هو بيعمل كده ليه انا بالنسبه لي التصرف ده غريب جدا قلت له ممكن اسالك سؤال انا ممكن اخد فلوسك دي واخد الشغل واسافر مصر ما تشوفش وشي تاني انا عايز اعرف انت واثق مني كده ليه طبعا انا توقعت ان هو هيقول والله انا راجل جنتلمان انا راجل متحضر انا ديني بيقول لي كده انا المجتمع اللي اتربيت فيه كده انا كنت متوقع انه هيقول لي كده لكن من كتر ما الراجل ده كان كريم رجع لي الفضل قال لي انت وثقتي فيا في الاول فانت ليه مستكتره ان انا اثق فيكي انت في الاول اخترتيني عشان اعمل لك الشغل ياه الثقه دي طلعت حاجه كبيره قوي يا جماعه بجد والله يعني اولا يعني على مستوى البيزنس لو الناس وثقت فيك شغلك هيبوم الثقه دي مهمه قوي اما بقى على المستوى الانساني لو انت وثقت في الناس هتبقى انسان يعني كتير قوي في مصر انا ببقى ماشيه في الشوارع ويجي واحد شحات ويقول لي اولادي مش عارف جرى لهم ايه وامي عملت حادثه وحصل لها ايه وبيتي اتخرب ومش عارف انا حقيقي بخاف افتح الشنطه قدامه لحسن يخطفها ويجري وبلاقي نفسي مش قادره اساعده لكن لو في احتمال ان هو يبقى صادق ابقى انا مش انسانه فقدنا جزء كبير من انسانيتنا علشان خاطر ما بقاش واثقين في بعض عندنا مشكله هنا حاليا عندنا ازمه ثقه ازمه ثقه بين المصريين لما قعدت احاول احلل هي ازمه الثقه دي جت ليه لقيت ان اساسها ازمه اخلاق ما بقاش عندنا اخلاق وبقى لينا قاموس في الشغل بتاعنا مختلف يعني القاموس بتاعنا الغش بقى فهلوه خرق العهود ايه انا ماشي على قوانين السوق ليه ما جيتش في الميعاد يا عم المرور واقف ولا مؤاخذه طب ما اتصلتش بيا ليه تقول لي معلش الموبايل فقط شحن المماطله خليك بحبوح امال الكذب للاسف لا انت اللي فهمتني غلط والله بقى لو انت عملت شغل لحد وعايز تاخد فلوسك هيقولك ايه طبعا ده لو ظهر هو غالبا مش هيظهر او هيقولك ايه البلد ما فيهاش فلوس احنا بقينا كده فعلا وعلى راي امير الشعراء الحقيقه يا جماعه ازمه الاخلاق دي سببت ازمات في حاجات كتير جدا انا شايف ان اول مؤشر ليها التعليم التعليم فعلا لو جينا بصينا هجيب لكم كراسه طالب سنه 1915 1916 يعني من 100 سنه الطالب ده يبقى جدي دي كراسه الحساب بتاعته بصوا هو في سنه ثانيه فصل ثالث انا مش عارفه ثانيه ثانوي بالنسبه لهم كانت تبقى زي ثانيه اعدادي انا مش عارفه نظامهم ما كانش فيه اعدادي اياميها كان ثانوي بس انا مش متاكده قوي لكن دي الطريقه اللي ده كانه خطاط يعني ايه ده بصوا الجبر بصوا هعمل زوم ان معلش ايه ده سنه 1915 اوكي تعالوا نشوفوا بقى طلبه 2015 طبعا ده مؤشر احنا كنا ايه وبقينا ايه لا ده انا هقول لكم كمان حاجه ظريفه جدا ده ورقه عربي واضح وبعدين مثلا كاتب تحقق انتهاء بدل ما يقول انتهاء مثلا او مجال عمله مفروض عمله هي مربوطه هو الطالب كاتب عمله اخره فالمدرس ردد عليه بايه كاتب له عملك اسود ومنيل
استاذ يعني. يعني ايه اللي احنا فيه ده؟ احنا بقينا كده ازاي؟ ممكن. اوكي طيب، يبقى في الحاله دي ضفت للوصفه بتاعتنا كن اهلا للثقه بحسن اخلاقك، مهمه قوي يا جماعه دي.